احتفالاً بالأعياد الميلادية المجيدة، عقد في كنيسة القديس بولس الرسول في جبيهة لقاء لاتحاد الرهبنيات في الأردن، وقد استهل اللقاء بصلاة الصباح مع الأخوات الراهبات. وبعد أن رحبت رئيسة الاتحاد الأخت سارة غنيم بالحضور، ألقى قدس الآب سامر مدنات راعي الكنيسة محاضرة بيّن فيها مدى أهمية نعم السيدة العذراء في عقيدة التجسد. وتكلل اللقاء بالاحتفال بالذبيحة الإلهية التي ترأسها الأب مدنات مع الأب رشيد مستريح المرشد الروحي للاتحاد، حيث رفع الجميع الصلوات والتضرعات بأن ينعم الرب عليهم بالنعم التي يحتاجونها. وقد تقدم الجميع من سر التوبة مع الكاهنين سلام حداد وعلاء بعير. وفي ختام الاحتفال تقاسم الجميع لقمة المحبة في جو مفعم من الفرح. أحياه ابن الشبيبة السيد أرتين بوليديان الذي أدخل السرور والبهجة في قلوب الحاضرين. أبونا سامر مدنات كلمنا اليوم عن موضوع مهم جدا وشيق جدا، اللي هو عن نعم ونعم مريم العذراء اللي اكتشفتها. ففي نهاية اللقاء شكرنا أبونا، ونفس الوقت شكرنا كل الأشخاص اللي ساهموا في إنجاح هذا اليوم. شكر لنورسات، شكر لأبونا اللي فتحنا قلبه، فتحنا كنيسته، فتحنا القاعة. شكر لكل شخص ساهم في إنجاح هذا النهار. لقاء اليوم مع الرهبانيات في رعية القديس بولس الرسول في الجبيهة كان عن نعم سيدتنا مريم العذراء في التجسد ودورها في تجسد العمل الخلاصي في العالم. هي دعوة لكل مسيحي في الكنيسة وخصوصا في الكنيسة المحلية لأن يكون مثل سيدتنا مريم العذراء، أن يجيب على كلمة ربنا، يجيب على دعوة ربنا بالنعم اللي قالتها سيدتنا مريم العذراء، واللي هي امتداد لنعم يسوع، واللي فيها كانت تطابق بين نعم العذراء ونعم سيدنا يسوع المسيح لعمل الله الخلاصي على الأرض. أن يجيب هذا المسيح بهذه النعم حتى يدخل أيضا ويشارك أيضا في عمل الله الخلاصي في العالم، وبالأخص في هذه الكنيسة المقدسة. إن شاء الله نكون في هاليوم المبارك باجتماعنا باتحاد الرهبانيات عم نعيش النعم اللي جاوبتها سيدتنا مريم العذراء، فكانت أم النعم. إن شاء الله هالنعم كلها تثمر في حياتنا، نزرع الفرح، فرح الميلاد بهالأيام المباركة، أيام تسعية عيد الميلاد، زمن انتظار يقترب فينا لعيد السلام والطمأنينة والفرح والاستقرار إن شاء الله بحياتنا وحياة جميع الشعوب. كل عام وأنتم جميعا بألف نعمة وخير وسلام وطمأنينة.